نورا، وكم كانوا لحاجتنا حضورا. سمعنا واسألوا العلماء فجئنا بعلمهم الغزير قرى ودورا. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا. فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. الغزير قرى ودورا نشاورهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم على قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. ويمكنكم متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في اليوتيوب، كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. في البداية، هذا الشهر العظيم الكريم الذي جعله الله سبحانه موسما من مواسم الخيرات واقتطاف ثمرات الأجر والرفعة. الله سبحانه شرع العبادات وشرع مواسم تعظم فيها العبادات أكثر من غيرها من المواسم، كما شرع أمكنة تعظم فيها العبادات أكثر من غيرها من الأماكن. والله سبحانه جعل في الأسبوع يوما هو الجمعة، وفي الشهر أياما كمثلا ليلة القدر في شهر رمضان، أو الأيام البيض مثلا في الصوم في كل شهر، كما جعل في السنة شهرا هو رمضان الذي هو سيد الشهور وأفضلها. وإذا علم العبد فضل هذا الشهر وعظم العبادات فيه، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي هذا الشهر، استعد له غاية الاستعداد، وبذل فيه من الجهد في العبادات والطاعات والبذل ما لم يبذله في غيره من الشهور، لأن الموفق من يستغل هذه المواسم، فهي مواسم زرع ليحصد الأجر إن شاء الله تعالى، وينعكس عليه هذا الموسم في حياته بعد خروجه من شهر رمضان، وفي آخرته عند رؤية الأجر العظيم الذي يجازي به الله عباده الصائمين، ولا سيما الباذلين منهم والمتعبدين في هذا الشهر. فاستغلال هذا الشهر في التعبد والتلاوة والدعاء والبذل وكل وجوه الخير، أين يجد الإنسان قلبه من هذه العبادات، فيعني يتفانى فيها ويجتهد فيها غاية الاجتهاد حتى ينال الأجر العظيم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الكريم، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وكل من أوصانا، أن يعتق رقابنا جميعا من النار، إنه جواد كريم. نستقبل اتصالا. الأخ مختار من طرابلس، وعليكم السلام ورحمة الله. الله يرحم والديك. بارك الله فيك يا أخ مختار، تفضل. والله
بارك فيك ورب طول عمرك. اللهم امين على طاعته واياكم. المحطة الممتازة الممتازة اللي في اليوم العادية في رمضان ديما ننسى فيها الحق. ربي يحفظ الشباب اللي في المسكنة اللي زاعها دي وربي يعاونهم وربي يكون مثال حتى ناسهم. اللهم امين بارك الله فيكم. الله يرحم والديهم ويبارك فيهم. بالله طاهر وبيقرا القرآن لكن مش متوضي. يجي الحق يقرا القرآن. يبي يقرا من حفظه ولا من المصحف؟ لا من المصحف. تسمع الإجابة إن شاء الله يا أخ مختار. وفيكم إن شاء الله. الأخت رحاب من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضلي. السؤال الأول بالصدقة الجارية. إحنا الشائع عندنا أن عشان هي صدقة الجارية حفر بير وجامع. هو هذا بس الصدقة الجارية حفر بير وجامع بس. السؤال الثاني نبدي قيادة السيارة المرأة لقيادة السيارة شن حكمها حرام والله حرام. والسؤال الثالث الخدمة في المصرف في اللي يقولك لا حرام ريبة الخدمة في المصرف فأنا بنعرف شيء واضح إن شاء الله يا أختي. شكرا. الأخ أحمد معنا. الأخ أحمد من مصراتة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخ أحمد أسمعني من سماعة الهاتف واخفض صوت التلفاز. إن شاء الله شيخ. كيف حالك شيخ؟ بارك الله فيك الحمد لله. كل سنة وأنتم طيبون. الشيخ عندنا عامل دخل في الإسلام جديد ولا يريد أن يصوم. نحن كل يوم نأتي له بالإفطار قبل الصيام. الآن يريد إفطار في الصباح وهو دخل في الإسلام جديد. هل نأتي له بالإفطار في إثم أم لا؟ ما يبيش يصيم. هو مريض ولا يعاني من شيء ولا ما في شيء؟ هو نيجري دخل في الإسلام جديد تو. إيه ولكن صحيح معافى. ما يبيش يصيم. هل الإفطار في إثم أم لا؟ واضح إن شاء الله. ماشي. الأخت عائشة من مصراتة. نعم. نعم يا أخت عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ انا بلعب نفسك كان عندي حساسيه الربو بناخذ عليها في كبسولات شفط في جهاز من شفط في الصدر تنزل الصدر. اديري في البخاخه هذه هي حبوبه عباره عن حبوب فيها غبره ومغطى في جهاز. الجهاز ده بنشفه ينزل على صدري. في الصيام يعني شفت ما واضح ان شاء الله. ترد علي ان شاء الله. ان شاء الله. إذن الأخ مختار من طرابلس يسأل عن مس المصحف دون وضوء أو الحاجة. جزاك الله خيرا وجزا القائمين على القناة خير الجزاء وكتب الأجر للجميع. فإن هذه القناة من الجهاد باللسان لنصرة الحق وبيان شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الجهاد وأنفعه. فكل من ساهم في هذه القناة بخدمة أو بكلمة أو بعلم أو بمال فإنه يكتب له أجر الجهاد بإذن الله تعالى. فجزى الله كل من سعى في هذه القناة خير الجزاء وفي غيرها من القنوات التي تدعو إلى الخير والفضيلة ونشر دين الله سبحانه وتعالى. ثم مس المصحف يا أخ مختار يحتاج إلى وضوء، لابد من الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في كتابه ألا يمس القرآن إلا طاهر في الكتاب الذي أرسله إلى عمرو بن حزم. كتاب عمرو بن حزم فيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يمس المصحف إلا متطهر متوضئ طاهر من الحدث الأكبر والأصغر جميعا. أما إذا كان الإنسان يقرأ من حفظه فلا بأس أن يقرأ بدون وضوء، لكن يبي يمس المصحف لابد أن يتوضأ لمس المصحف. إذا كان هو مش متوضئ ويعسر عليه الوضوء
ينزل المصحف هذا في الهاتف أو في الكمبيوتر أو في الآيباد أو في غيره، المهم مش مصحف، يجوز مسه دون وضوء. كذلك كتب التفسير اللي فيها القرآن وفي الحاشية تفسير يجوز مسها دون وضوء. أما المصحف الخالص المعروف عندنا هذا المصحف لا يجوز مسه إلا لوضوء، وقد رخص بعض أهل العلم للعالم القرآن معلم القرآن ومتعلمه، لأن يعصر عليهم أن دائما يتوضوا، فرخص لهم في مسه دون وضوء. لكن القارئ يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد مس المصحف، لكن الهاتف يجوز ولو من غير وضوء. نعم، الأخت أم محمد من مصراتة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا بنسأل عن الصلاة في، أنا توا حامل في الشهر التاسع ونحس بنفسي متقلة وحركتي بطيئة، هل يجوز لي الصلاة وأنا جالسة؟ واضح. هذا سؤالي وجزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ المبروك من بني وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا عبد الرحمن كل سنة طيب إن شاء الله. الله يبارك فيك أخ مبروك، كل عام وأنتم بخير. يا رب العالمين إن شاء الله. الله يتقبل منا ومنكم. يا رب إن شاء الله كل عام بحيثين يا رب. اللهم آمين. يا عبد الرحمن شنو حكم تقريب الضوافر في النهار في الصيام؟ واضح إن شاء الله يا أخ مبروك. بارك الله فيك وفيكم إن شاء الله. الأخت رحاب من طرابلس تقول صدقة الجارية الشائع عندنا هي حفر بير ولا بناء جامع. الصدقة الجارية هي ما يستمر ثوابها يعني ولا ينقطع، مثلا واحد أعطى لي فقير طعاما، الطعام هذا صدقة صحيح لكنه سينقضي، يأكل الطعام ويقف أجر صدقة. لكن صدقة الجارية ما يستمر نفعها، ما ينتهيش الحفر البئر هذا، كل ما يجي حد يشرب من البئر أو يصلي في المسجد بناء المسجد يكتب الثواب لصاحب الصدقة، فثوابها لا ينقطع مش مرة واحدة وخلاص، وهي من الصدقات الجارية. لكن الأمر ليس مقتصرا على هذه الأشياء فقط، بل إقامة مثلا زاوية قرآن أو معهد شرعي أو مثلا مكتبة يستفيد منها الناس، هذه كلها من وجوه الخير التي يدوم نفعها. مثلا شخص بنى مدرسة قرآنية واستمرت الدراسة فيها، يعني ساهم في المدرسة، ساهم في إنشاء مركز لدراسة علوم الشرع، ثم استمر هذا المركز كم سنة، فيعني يكتب الثواب لصاحبه ولكل من ساهم فيه. مثلا شوفوا احنا زاوية الشيخ أحمد زروق، زاوية الشيخ عبد السلام، مثلا هذه الزوايا من 500 سنة أو 600 سنة وهي ما زالت تدرس القرآن وتخرج الحفاظ، صاحبها الذي أنشأها وكل من ساهم فيها بعد ذلك له من الأجر كل ما يحفظ شخص يكتب في صحيفته حفظ ذلك الشخص، كل ما يقرأ فيها من القرآن يكتب في صحيفته. فهذه الصدقات الجارية في علوم الشرع، في القرآن الكريم، في المكاتب التي يستفيد منها الناس، كل هذه الأشياء التي يدوم نفعها هي من الصدقات الجارية. معنا الأخ عبد الغفار من طرابلس. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. وكيف شيخ بدي بسألك فيه اللي في رمضان يسهر ويتفرج على المسلسلات حكمها حرام ولا حلال؟ واضح إن شاء الله. مع السلامة جزاك الله خير. وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ خالد من طبرق. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندنا سؤال لو سمحت. تفضل يا أخ خالد تفضل. بخصوص أذان الفجر عندنا في مكتب الأوقاف يحددون وقت أذان الفجر الأول هو التوقيت الرسمي للدولة أو التوقيت الموجود في المؤقتة، ثم بعد ربع ساعة من هذا الأذان يؤذن أذان ثاني على أنه هو الأذان الحقيقي وهو الذي تذكر فيه الصلاة خير من النوم،
ويعني يلزمون الناس بالصلاة على الأذان الثاني والإمساك عليه في شهر رمضان. فنريد توضيح لهذه المسألة، يعني ما حقيقة الأذان الأول وما حقيقة الأذان الثاني لفضيلة الشيخ، وعلى أيهما يصلي المسلم وعلى أيهما يمسك في عبادة الصيام. حاضر يا خالد، إن شاء الله تسمع لي جواب. بارك الله فيك. وفيكم إن شاء الله. السؤال الثاني للأخت رحاب، قيادة المرأة للسيارة لا بأس بقيادة المرأة للسيارة ولا مانع من ذلك، فالمرأة كالرجل في هذا الباب، وقد كانت المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تركب الدابة التي يركبها الرجال، فالأمر ليس محرما عليها، لكن إذا كانت تذهب بها إلى أماكن يعني فساد وكذا، فهذا يعني الحرام ليس متعلقا بالقيادة، وإنما الحرام فيما ستذهب إليه. فالذريعة التي يعتقدها بعض العلماء مانعا من قيادتها ليست صحيحة وليست في موضعها، بل لها أن تقود السيارة وتذهب بها إلى أماكن الخير والنفع. السؤال الأخير، تسأل عن الخدمة في المصرف. الخدمة في المصرف الآن بما أن القوانين معدلة وهي وفق الشريعة، والمصارف من 2011 بفضل الله وبحمده وثم بفضل هذه الثورة المباركة، من 2011 ما عاش فيه لا سلف ربوية ولا قروض، فالأمر جائز الخدمة في المصرف ولا بأس بها، لكن مش معناها المصارف معاملاتها صحيحة 100%، قد يكون فيها بعض الأخطاء، فمثلا تلاعبهم في عقود المرابحة، يعني يتلاعبون في تطبيقها ويؤول الأمر إلى محرم أحيانا، لكن هذا يعني لا يمنع العمل في المصرف، بل هذا ينبغي ضبطه وينبغي متابعة من يتعمد هذا الفساد، وينبغي أن يبلغ فيه ويعني يزال من مكانه حتى لا يفسد الأنظمة المعمول بها. أما الخدمة في المصرف مدام ما فيش ربا ومدام أصل المعاملات صحيحة، أصل المعاملات صحيح، فلا بأس من الخدمة في المصارف إن شاء الله. الأخت حليمة من بني وليد. أخت حليمة تفضلي. نعم يا أخت حليمة. ممكن فقدنا الاتصال بالأخت حليمة، نستقبل مكالمة أخرى ولا نرجع الإجابة. إذن الأخ أحمد من مصراتة يقول، عندنا عامل من النيجر دخل في الإسلام الحمد لله على فضل الله، لكن يقول الإشكال أنه لا يريد الصوم ويطلب الطعام، هل نحضر له الطعام أم لا؟ لا يجوز إعانته على المعصية، لا يجوز إعانته على المعصية، وهو مسلم ويجب عليه صوم رمضان ويلزم به إلزاما، فإن أبى سجن وحبس مفروض من الجهات المسؤولة وعزر حتى يعني لا يفطر هذا الشهر، فهو مسلم يجب عليه الالتزام بأحكام الإسلام، ولا يجوز لكم أن تأتوا له بالطعام، لأن هذا إعانة له على المعصية، لكن بما أنه هو مسلم جديد فينبغي التلطف في النصح والترفق به، ويعني ينبغي تعريفه بفضيلة الصوم والأجر الذي أعده الله لمن صام وتحمل هذه المشاق، وينبغي أن يعلم أيضا عقوبة من أفطر في رمضان وأنها كبيرة من الكبائر، وأنه لا يقضيه صيام الدهر كله وإن صامه، يعني هو بيصيم كفارة لكنها لا يعني لا تفيد في قضاء هذا اليوم الذي انتهك فيه حرمة الشهر متعمدا. ينبغي أن يعني يوعى بهذه الأشياء حتى يعلم ما هو داخل فيه، لكن إذا أصر فلا ينبغي أن يؤتى له بالطعام. معنا الأخت حليمة من بني وليد. ألو. نعم يا أخت حليمة، أسمعينا من الهاتف واخفضي صوت التلفاز. نسمع من الهاتف. أنا نسمع في التلفاز يردد. آه
وعطيتنا قصة. نعم نعم تفضلي أخت حليمة. أنا شيخ بقالي 20 يوم، واحد يقول لي فيني واحد يقول لي قلت لك جاي بقالي 20 يوم أنا. وواحد يقول لي فيني واحد يقول لي لا، وتنزل علي المادة القهوية. وهذا متصل بالدم مازال؟ إيه في يوم هيك دم ويومين مادة قهوية تنزل مني. ما عرفت واحد يقول لي فين واحد يقول لي لا انتبعني. تسمعي الإجابة إن شاء الله يا أخت حليمة. إن شاء الله تمام. وفيكم الأخت عائشة من مصراتة عندها حساسية صدر ربو، أسأل الله أن يعافيها ويعافي مرضى المسلمين. تسأل عن حكم الصوم، يجب عليها الصوم وإذا احتاجت للبخاخة هذه التي تستعملها وهي غبار يدخل إلى الجوف، فإذا احتاجت لها تستعملها إذا احتاجت، ويعني تعطي فدية عن هذا اليوم. إذا ما احتاجتهاش الحمد لله في النهار فلا بأس وصومها صحيح ولا شيء عليها، وإذا احتاجتها تستعملها وصومها صحيح وتعطي فدية 3 دينارات عن اليوم الذي استعملت فيه البخاخة. معنا الأخت حميدة. أيوة مين الأخت حميدة من زليطن؟ تفضلي. أي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي سؤالين يا شيخ. نعم تفضلي. السؤال الأول، أنا عندي يا شيخ وسواس قهري بشكل يعني عالجت مع كل الدكاترة ما نفعش. بعدين أني عندي مثلا جيني من كتر الوسواس، مثلا لما جيني الدورة الشهرية نقول 3 أيام 4 بعد الدورة ننبسكي، وبعدين لما ننبسكي من كتر الوسواس نقصت الهونشي نشوف أنه نقول لا نزلت مني مادة، ومع أني نين المادة دي حكم أنه عندي حتى المعدة الجحفية تنزل منها. بعدين لما نغسل ونحس بالشيء هذا بعد فترة هيك ما في شيء يختفي، ما في شيء 4-5 أيام لما نرجع نغسل من جديد يصير لي نفس القصة. هل الصوم صحيح يا شيخ أم غلط؟ نعم. سؤالك الثاني. السؤال الثاني حتو بحكم يتعلق حتو بالوسواس، يعني عندي مثلا نقول لا كل الأماكن حتى لو ما غسلتهاش بحكم كثر الوسواس أنا سبب لي أمراض أخرى قعدت يعني كل شيء نعود لا نغف لا ونلقى فيه مثلا الصيني سبحان الله ربك يجيب لي حاجه هيك تخليني نزيد الوسواس اكثر، هل يعني نغسل اني نعود او خلي لا كل شيء بينه وخليه تمام؟ واهم حاجه يا شيخ عندي الصيام، يعني هل صحيح كما قلت لك او لا؟ بس صيام اي الصيام. صيام ما سالتنيش على الصيام كيف؟ قلتك على الصيام السؤال الاول لما قلت لك انا قصدي نحس روحي تنزل مني ماده مش متاكده 100% هل هي صحيحه هل تنزل مني ام لا لما نغسل، وبعد الاغتسال ما في شيء 4-5 أيام لما نغسل. تمام تمام واضح ان شاء الله. معنا الاخ عبد الحميد من الزاويه. الاخ عبد الحميد اسمعنا من الهاتف يا اخ عبد الحميد. إذن الأخ الشريف من جدابية انقطع أيضا. الأخت أم محمد من مصراتة تقول هي حامل في الشهر 9 ويشق عليها السجود، فهل تصلي من جلوس؟ الأصل يا أخت أم محمد أن القيام في الفريضة ركن من أركانها وتفسد الصلاة بترك هذا الركن، هذا الأصل. لكن إذا كان السجود مش القيام فقط، عفوا القيام والركوع والسجود، فإذا كان ركن من الأركان شق عليك فعله فلا بأس أن تتركي هذا الركن إذا شق عليك مشقة حقيقية. فإذا كانت الحامل تستطيع القيام ولا يؤثر عليها فيجب عليها القيام، ثم إذا كانت تستطيع الركوع فيجب عليها الركوع. السجود، هل المشقة في السجود مشقة حقيقية شديدة يعني يعسر عليك تحملها؟ إذا كان الأمر كذلك فتجلسين وتومئين للسجود إيماءً، تومئ للسجود ومن جلوس
ثم تقولي الله أكبر، ترفع من السجود، ثم تمئين برأسك مرة أخرى للسجود، ثم تقومين. فمش معناه إذا كان عجزت عن الجلوس تصلي السجود تصلي الصلاة كلها من جلوس، لا، الركن الذي عجزت عنه يسقط، وغير من الأركان ما تستطيعينه لا يسقط عنك. فإذا كان تقدر القيام والركوع افعل القيام والركوع، سجود عسر عليك وما قدرتيش تجلسين وتمئين للسجود، بعدين تقفي مرة أخرى للقيام في الركعة الثانية. معنا الأخت فوزية من الزاوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله كنت مثل الشيخ أنا اليوم صليت الفجر وخيام مضمضة فمي وحكى معناه معجون أسنان جاي. المعجون أم تستعملتيه يا أخت فوزية؟ لا لما بنرقد عرفت قبل الصوم نوم في الليل. ايه با وبعدين الصبح والصبح الفجر ما جبت علي مني واحد هيك مصمصة كويس، وبعدين لما جيت هيك بنصلي بنصف رجلي حسيت بننت انه هو رجلي يعني عرفت حسيتها كنا معجون. واضح ان شاء الله. واضح يا أخت فوزية. نخرج إلى فاصل ثم نعود بعد الفاصل للإجابة على الأسئلة بإذن الله تعالى. لقد جاءوا يدا وندا ونورا، وكم كانوا لحاجتنا حضورا، سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرى ودورا، نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورا، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. الله نجوم وفيها بريق النجيم، وتصدع للناس في كل حين، لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين. نجوم وفيها بريق النجيم، وتصدع للناس في كل حين، لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين. دعاة إلى الله تسمو بهم رسالاتهم في سما الخالدين، لهم في قلوب العباد شذان، وفي ذكرهم عابق الياسمين، على درب من في الورى يبتدى أبا القاسم المصطفى والأمين، يقودوننا لمراسي النجاة، فهم وبحاق عماد السفين. نجوم وفيها بريق النجيم، وتصدع للناس في كل حين، لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين. دعاة لهم فرحة عندما يرون سعى مؤمنين، وحين نميل بأهوائنا ترى دمعهم في مساء حزين، فمن يا ترى بعدهم يمتطي ركاب التناصح في المسلمين، ومن يا ترى يستميل العصاه يحذر من رأى
رقدة النار نجوم وفيها بريق اللجين وتسطع للناس في كل حين لتملأ كل رحاب الفضاء بنور الهداية للعالمين. لقد جاءوا يدا وندا ونورا وكم كانوا لحاجتنا حضورا سمعنا واسألوا العلماء فجئنا لعلمهم الغزير قرى ودورا نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الأخ المبروك من بني وليد يسأل عن تقليم الأظافر في نهار رمضان. لا شيء في ذلك يا أخ مبروك، فهو ليس من مفسدات الصوم، وإنما يفسد الصوم الأكل أو الشرب أو الجماع ما دخل من المنفذ المعتاد. أما تقليم الأظافر فلا علاقة له بالصوم ولا يؤثر عليه. الأخ عبد الغفار من طرابلس يسأل عن مشاهدة المسلسلات في نهار رمضان. مشاهدة المسلسلات عموما إذا كان المسلسلات تحتوي على محرم من كشف عورات أو موسيقى أو غيرها فهي محرمة في رمضان أو في غير رمضان. أما إذا كانت المسلسلات لا تحتوي على محرم فهي جائزة، لكن لا ينبغي الانشغال بها في رمضان، فالمؤمن في رمضان في شغل عن هذه الأمور المباحات، ينبغي عليه أن يعني يجتهد في الطاعة، في كثرة تلاوة كلام الله سبحانه وتعالى، في محاولة فهمه وتدبره وقراءة تفسيره. ينبغي أن يكثر من الاستغفار، من الذكر، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يستغل الوقت في القرآن والأذكار. حتى العلماء قالوا حتى طلب العلم يعني ينبغي ألا يكثر منه في هذا الشهر، ورغم أن عبادة طلب العلم، لكن ينبغي أن ينشغل بالقرآن والأذكار في هذا الشهر أولى من الانشغال في طلب العلم، لا سيما في العشر الأخيرة من هذا الشهر. الأخ خالد من طبرق يسأل عن إشكالية كبيرة جدا جدا، يعني افتعلت هذه الإشكالية ما يسمى باللجنة العليا للإفتاء في شرق البلاد، وألزمتهم بأمر يعني هو خطأ، وهو تعديل الميقات صلاة الفجر أو تعديل وقت صلاة الفجر، وجعلت الأذان الثاني اللي هو هذا. طبعا عندنا احنا في البداية أن الأذان يشرع لدخول الوقت، ففيه أذان للفجر والظهر والعصر وهكذا، لكن شرع بعض أهل العلم بناء على الأحاديث الثابتة الأذان الأول قبل الفجر، يعني قبل دخول الوقت الفعلي للصلاة. الأذان الثاني هو الأذان الذي يعني تبنى عليه الأحكام، يدخل به وقت الصلاة وينتهي عنده الأكل والشرب ويجب عنده الإمساك. الأذان الثاني هذا هو الذي تتعلق به الأحكام. أما الأذان الأول هذا فهو لأجل إيقاظ من يريد الصلاة، من يريد قيام الليل، أو من يريد أن يتسحر يعني بالسحور باش يصيم، فهذا الأذان الأول فلا يبنى عليه حكم. الأذان الأول، الأذان الأول ما زال الليل مستمرا به، فاللي بينوض يصلي ولا بينوض يرقد فهو بمثابة بينوض يعني يتسحر فهو بمثابة التنبيه فقط. أما الأذان الثاني فهو الذي تبنى عليه الأحكام. ما يسمى باللجنة العليا للإفتاء في شرق البلاد خلوا الأذان الثاني هو الأذان الأول الذي لا تبنى عليه أحكام، واخروا الأذان الثاني بعد دخول الوقت بربع ساعة، فأوقعوا الناس في حرج شديد، وهو يعني فساد صومهم،
لأن إحنا عندنا لجنة المواقيت اللي شكلت تقريبا في سنة 2010 وأعادت دراسة المواقيت دراسة جيدة، ثبت لديها وخلص لديها هذه النتائج التي وزعت بعد ذلك في يعني بلدان في يعني وزعت في مدن ليبيا كلها. هذا التوقيت هو صحيح وهو الذي ينبغي اعتماده والسير عليه. أما قصة أن أذان الفجر فيه إشكال وتأخير ربع ساعة، فهذا الإشكال منشأه من الشيخ الألباني عليه رحمة الله، كان في الأردن الشيخ الألباني ورأى بأن أذان الفجر في ذلك الوقت يؤذن على أذان الفجر الكاذب، وهو قال أنا خرجت ورأيت أن الفجر الذي هو تفجر الضوء في الأفق، يظهر ضوء منتشرا في الأفق، لم يحصل إلا بعد هذا الأذان ب17 دقيقة تقريبا. فهذه واقعة هناك لا نعلم صدقها من عدمه، ما نقدرش نقول الشيخ صح في ذلك، الشيخ الألباني صح في هذه المسألة أو خطأ، لأن نشوف توقيت الأردن ويخرج الناس لرؤية هذا الضوء الذي يتفجر، هل هو الفجر الصادق الذي لا يكون بعده ظلمة أو هو الفجر الكاذب كما يرى الشيخ؟ تلك واقعة خاصة بالأردن، أما واقعنا نحن هنا في ليبيا فالمواقيت صحيحة والفجر يؤذن عند تفجر الضوء في الأفق وانتشاره ولا يحصل بعد ذلك ظلمة، فهذا هو الأذان الصحيح اللي هو الأذان الثاني وهو مناط الأحكام، وعنده يجب الإمساك ولا يجوز الأكل، وعنده يعني تجب الصلاة، فمن صلى بعد الأذان فصلاته صحيحة. الأذان اللي عندنا مش الأذان اللي عدلهما، الأذان الأول اللي كان معروف ومتفق عليه، فمن صلى بعده صلى بعد الوقت وصحت صلاته، ومن أكل بعد هذا الأذان فهو مفطر، وإن عدلوهم يعني الأذان بربع ساعة وقالوا للناس كلوا بعد الأذان الأول فهذا خطأ شنيع، يعني إثمهم كبير في إفساد عبادات الناس، ويجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتصدروا إلى أمر هم ليسوا له بأهل، فإن عبادات الناس وشعائرهم أمر لا يجوز الخوض فيه بالظن ولا أن يعني يتصدر له من ليس أهلا. فيجب على أهلنا في شرق البلاد أن يرجعوا إلى المواقيت الأولى، الأذان الأول الذي لا عبرة به اللي هو قبل الوقت بربع ساعة أو نصف ساعة، الأذان الثاني مش اللي عدلوه، الأذان الثاني اللي هو توا بدأ عندهم الأول، هذا الأذان ينبغي ترك الأكل بعد عند سماعه، معش تاكلوا عند سماع الأذان، ويجب عليكم الإمساك ويجوز لكم الصلاة بعد ذلك وإن لم يؤذن الأذان اللي عدلوه. معنا الأخت أم عبد الواحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ كل سنة وأنت طيب وبخير. الله يبارك فيكم وكل عام وأنتم بخير، تفضلي. عندي سؤال شيخ، أنا عندي سكر دحي. نعم. وسمعت الدكتور مرة في التلفزيون قال اللي عنده تراكم متاع 13 يفطر. أنا التراكم متاعي توا 14.1، يعني بحكم إن الأنسولين مش مظبوط، تعديل في الأنسولين معناه قاعدة نعدل في جرعات الأنسولين. فنحس أني عندي مشقة الحق في الصيام، وأنا المية بس أكثر شيء للمية، لأن اللي مريض السكر لو إنه هو ما يشرب شويكي بيصير له مضاعفات قصور في الكلى ويخش مشاكل ثانية، مش في الماكل أكثر شيء. أيوة نعم. واضح سؤالك يا اخت ام عبد. الدكتور قال ما نعرفش هل شنو يقول الدين، يعني شنو تقول لي انت معناها. تسمعي ان شاء الله الاجابه يا اخت ام عبد. ربي يحفظك، بارك الله فيك. بارك الله فيك. الاخت حليمه من بني وليد قالت وضعت حملي منذ 20 يوما، وبعض الناس يقولوا لي يجب عليك الصوم، والبعض يقولون انتظري إلى أن تصلي 40 يوما. يا أخت حليمة، هذا يتوقف على يعني هل يعني ما زال الدم نازلا، ربما مرات النفاس يوم واحد ويتم أو دفعة واحدة من الدم ثم ينقضي. العبرة هي في الصوم والصلاة، العبرة في الطهارة من النفاس بأحد أمرين، إما انقطاع الدم وإما بلوغ 40.
فكان انقطع قبل الأربعين خلاص لا يجب الانتظار إلى الأربعين، وإذا كان استمر بعد الأربعين فلا عبرة له عند كثير من أهل العلم، وبعضهم يقولوا إلى الستين. المهم الحد هذا الأربعين هو لأكثر الحيض، بحيث أن لو أو النفاس أكثر النفاس، بحيث لو زاد عليه فلا عبرة به ويعد استحاضة. أنت قلتي يا أخت حليمة أن مازال ينزل دم ومختلط بكدرة وصفرة مادة القهوية هذه، فأنت ما زلت في النفاس إلى أن تطهري من الدم ومن المادة القهوية هذه، إلى أن يعني يأتي الجفاف من الدم ومن المادة القهوية، عندها يعني تعتبرين طاهرة وتغتسلين ويعني تشرعين في الصوم والصلاة. أما ما دام المادة قاعدة تنزل هذه وأنت في طور الأربعين قاعدة مازال قاعدة في العشرينات، فينبغي أن تنتظري حتى ينقطع الدم، لأن المادة القهوية حكمها حكم الدم، فما دام مازالت تنزل فأنت ما زلت في نفاس. الأخت حميدة من زليطن: الوسواس الحقيقة داء خطير فتاك، ومهما مشيتي لدكاترة فلن يفيدك شيء ما لم يعني تعالجي نفسك. أنت بتعالجي نفسك، لا دكاترة ولا شيء، علاجك للوسواس يبدأ من عندي نفسك. أول حاجة أعرضي عن الوسواس ولا تلتفتي له، وديما نكرر فيها ونقول ما عولج الوسواس بشيء أعظم من الإعراض عنه. أعرضي عن الوسواس، وذلك يعني يعد كبحا له حتى لا يتطور ولا يتمادى بك الأمر. ثم بعد ذلك يعني اشغلي نفسك بشيء من العبادات او حتى من امور الدنيا، المهم ما تقعديش فاضيه، لا تبقين خاليه البال. اللي يقعد فاضي يبدا يفكر ويسترسل في الوساوس وتتمادى به حتى تهلكه والعياذ بالله. لكن لما يشغل نفس الانسان بطاعه ولا بطلب علم ولا بعمل دنيوي، اي عمل فيه منفعه دنيويه يشغل نفسه به، فيعني ينصرف عنه الوسواس. لذلك الوسواس ما يجيش وانت تهدرزي مع الناس، يعني يجيك وانت بروحك قاعدة. فينبغي أن تعرضي عن الوساوس ولا تلتفتي إليها، وأن تشغلي نفسك، ما تخليش روحك فاضية بكل هذا أولا. ثم ثانيا يعني لما يقول لك فيه شك أن نزول دم وانت بعد ما اغتسلتي، لا تلتفتي لهذا أبدا، متعدليش عليه، وبعد ما تغتسلي صيمي وصلي ولا تلتفتي إليه. كذلك لما يقولك المكان هذا نجس مش طاهر وكذا، فلا تلتفتي لما يقال لك، والأصل في بيتك أنه طاهر، الأصل في اللي تمشي فيه في الشوارع أنه طاهر، لأننا في بيئة مسلمة والمسلم الأصل فيه الطهارة. أم تنقول نجس؟ إذا بانت لك نجاسة ظاهرة في البيت ولا في الشارع فيه نجاسة ظاهرة، عندها يعني صحيح نقول هذا نجس وينبغي أن يعني تحتاطي منه. أما في البيت فتقعد تفكري هذا طاهر ولا نجس، فهذا من الوسواس. الأصل أن بيتك كله طاهر، ما لم تبدو نجاسة ظاهرة عندها ننتقل إلى الحكم بالنجاسة. الأخت فوزية من الزاوية قالت: يعني استعملت المعجون ليلا ثم في الصباح توضأت ومضمضت فوجدت طعم المعجون، هل يفطر؟ لا يفطر، إنما يفطر لو استعملتيه في النهار وسبق شيء منه إلى الجوف ودخل. هنا فيه القضاء والكفارة، لأنه لا ينبغي استعماله في النهار، لكن كان استعملتيه في الليل وبعدين لقيتي طعمه بس، فذلك ليس مفسدا للصوم وليس عليك شيء. الأخت أم عبد الواحد تقول: السكر التراكمي سمعت دكتورا متخصصا في القناة قال بأن اللي سكره 13 لا يصوم، وهذا الحقيقة خطأ ولا ينبغي إطلاقه. فالفتاوى الشرعية في الصوم والفطر لا تعطى هكذا عامة للناس، وإنما تعطى لكل شخص بحسب سكر، يختلف كما يعرفه يعني الدكتور المتخصص، سكر يختلف من شخص لآخر، ثم قوة التحمل عند شخص تختلف أيضا من شخص إلى آخر، فلا يطلق الحكم هكذا أن كل واحد سكرة 13 ما يصيمش، هذا يتوقف على حال الشخص. الآن
الأخت أم عبد الواحد، إذا كان أنت سكر التراكمي سواء 14 ولا حتى 7 ما يعنينيش، إذا كان أنت في صيامك يشق عليك مشقة شديدة وعلمت من حالك أنك لن تستطيع الصوم إلا بإجهاد شديد، عندها يجوز لك الفطر وتعطي فدية 3 دينارات عن كل يوم بعد ما يتم رمضان، تشوفي كم يوم رمضان وتعطي عن كل يوم 3 دينارات فدية ولا تصومي بعد ذلك معش تقضي. هذا إذا علمت من حالك من التجربة أنك لا تستطيعين الصوم وأن الصوم يهلكك، يعني تتعبي فيه تعب شديد، أو يخبرك دكتور ثقة على حالتك أنت مش على عموم اللي سكرة 13 ما يصيمش، أنت حالتك تتابع عند دكتور خاص وقال لك الدكتور راه الصوم سيتسبب لك في عدم شرب الماء وعدم شرب الماء سيتسبب لك في كذا وكذا وكذا، عندها أيضا يعني يجوز لك الفطر وتعطي فدية كما ذكرنا 3 دينارات عن كل يوم. أما هيك في يعني لقاء عام دكتور يقول اللي 13 ما يصومش فهذا لا ينبغي، أنت تفطري بأحد أمرين، إما من التجربة عرفتي من حالك أن الصوم يهلكك، أو الثاني الدكتور قال لك أنت شخصيا بحالتك هذه لابد أن تفطري وتشربي الماء، فكان قلنا لك تشربي الماء معناها ستفطرين مش معناها تقتصرين على الماء فقط، ما دام قلنا يجوز لك الفطر فيعني تشربي الماء وتأكلين ولا شيء عليك، وتعطي فدية بعد انقضاء شهر رمضان، تعطي فدية عن كل يوم كما ذكرنا. هذا سؤال أيضا في الأسئلة المكتوبة، تقول الأخت أنا عملت تحاليل حمل وذهبت للطبيبة فوجدت تجمع دموي يعني حمل في أول أسبوعين، هل يجوز إنزال هذا الحمل؟ لا يجوز يا أختي الكريمة، هذا حرام، لا يجوز الاعتداء على الجنين مهما كان عمره. فهي تقول في الأخير أن هي مريضة وعندها غدة وأحوال زوجي المادية متعثرة، لا يعني هذه الأسباب يعني ليست أسبابا شرعية لإنزال الحمل والتعدي على حياته، فإنه إذا ثبتت حياة الجنين لا يجوز التعدي عليها في أي مرحلة من المراحل، ويجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى المرض هذا، إلا إذا قال الدكتور أن يعني إبقاء الحمل سيؤدي إلى يعني وفاة أمه أو تكون حالتها خطيرة أو تفقد يعني طرفا من أطرافها بيترتب عليها خطر على حياتها، صحيح عندها نقول يعني يجوز للضرورة، أما غدة وزوجي ما عنداش فلوس الله عز وجل قال نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقكم وإياهم، وفي آية أخرى نحن نرزقهم وإياكم، فإن الرزق على الله سبحانه وتعالى، ولا يعد الظرف المادي يعني سببا مبيحا لإسقاط الجنين، فاتقي الله عز وجل في هذا الحمل ولا تسقطيه، إذا تبوا تديروا يعني تعديل لفترة الحمل فهناك موانع قبل أن يحصل الحمل، أما وقد حصل الحمل فلا يجوز التعدي عليه. معنا الأخت أم محمد من طرابلس. لو سمحت شيخ أنا عمري 57 سنة بهي. نعم. وانقطعت الدورة من اليوم لما أصبحت ناوية على الصيام في أثار دم من رقم المعدة، وهذا يعني بعد فترة انقطاع طويلة. وما فيش أعراض يعني الدورة قبل نزولها؟ لا لا، هذا استحاضة لا يبنى عليه شيء، هذا استحاضة ناقض للوضوء فقط، وتستنجي منه وتتوضئين وتصومين. يغتسل؟ لا ما في شيء غسل. ايه خلاص. ايه نعم. إذن أيضا سؤال للأخت، تقول أنا أعمل في محل ملابس وعندنا في المحل كل الإجراءات سليمة، رخصة وشهادة صحية ونظافة وعدم عرض خارج المحل ولبس الكمامة،
نقول كل شروط السلامة موجودة، مع ذلك يأتي أفراد من الحرس البلدي بقيافة العمل ويعني يأخذوا في ملابس مني يعني من غير وجه حق ولا يدفعون ثمنها، وتقول ربما تصل إلى مبالغ كبيرة، فما حكمي عندما يأخذون ملابس بالقوة؟ هل أعطيها لهم كي أتفادى شرهم، أو الحاجة عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يتعدوا على أموال الناس، فهو حرام وظلم وسحت، يأكلونه ويلبسونه ويعطونه لأطفالهم، هذا حرام ما يجوز التعدي على الناس. ينبغي أن يخدم في المهنة اللي هو فيها يعني بحسب قوانينها، اللي مخالف يعني يقفل له المحل أو يعمل له الإجراءات اللازمة الإدارية التي المتبعة، ولكن لا ينبغي أن يأخذ منه يعني أشياء سواء كان مخالفا أو غير مخالف، ما يأخذ منه شيء، المخالف يدير له الإجراء، غير المخالف يقول السلام عليكم ويمشي، أما هكي لا يجوز أن يأخذ أشياء، وعليه أن يتقي الله. أما الشخص صاحب المحل فإذا كان يستطيع أن يدفع شرهم فليدفع، وإذا لم يستطع وأخذوا منه فلا شيء عليه، والحرام مرتبط بهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا ومولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. مرابعنا ربيعا وكانت قبل مرأى العلم بورا، جزاهم عن حوائجنا كريم وكافأهم بما وهبوا قصورا.